السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخو خلطة من الجزء الثاني ضد كلب الألعاب التجربة. بلاير السيف، الديسك وحش الظلام، وفريم الخادم المتوحش، ودرايفر الكلب المتوحش. بتلعب ضد كل الألعاب التجربة اللي هن هدول العشر بلابل إضافة لتسع بلابل أخرى. حنبلش تقريبا من الأضعف للأقوى. شيل هذا الخفاش اللي نحطه، كل ما الخفاش تحطه كسر الخفاش ضبطها. بلبل بعد امبراطور الامواج، بس هي نسخة ممتازة الاسنان كتير قوية. نسخة تانية من إمبراطور الأمواج، ونسخة ثالثة كمان من إمبراطور الأمواج. وكان عندي خمس بلابل من إمبراطور الأمواج بس اثنين فقدته. أعتبرها تعادل الجولة. السيف فاز على أربع بلابل، هي خلطة كثير قوية، حتى بلابل التيربو واقفين عاجزين قدامها. أنياب الفهد، خسر. هذا بلبل ضعيف بس ما شاركته بالبداية، لازم يكون قبل إمبراطور الأمور. دفاعي يحط سيرو درايفر هجومي. بلش بكم بلبل قوي، لسه في اخير داخل نسخة ما فيها معدن، لكن قوي. لا فاز كمان، صارت اهانة للسيف. نلعب جولة ثانية. البلبل اللي بعده الشجاع، كمان هذا نسخة ما فيها معدن. الشجاع لا، منافس قوي الشجاع، ممكن يقدر يفوز، ممكن ويخسر. هو ميضين، هذا نسخة ما فيها معدن، هاي فيها معدن. نبلش بالنسخة اللي فيها معدن، بيقدر يفوز. لعب جولة ثانية، ما حبيت منه أبدا إنه يقدر يفوز. بدنا السيف يفوز، بس هذا الوميض مو ضعيف. طالما انت عنا قوي مش هيك رح يخسر عادي. خسر، انتقل للي بعده. النسخة ما فيها معدن، وزنها خفيف. هذا فوري بيخسر عادي. بقولين نفس الفكرة، هذا ما فيه معدن، هذا فيه معدن. ممكن سمندر. لحد الآن ما خسر بطولة أي بلبل، نزال كامل. كم جولة عادي يخسر، بس نزال كامل ولا بلبل خسر. هاي الخلطة بدي اسجلها براءة اختراع لإلي. اللي بلبل اللي بعده، السمندر النسخة اللي فيها معدة. يفوز السمندر، السمندر اشتغل شغل كتير منيح في الجولة، ممتاز. حتى ولا كليب واحد. نلعب جولة ثانية. خسر،
صحيح. بعدين أردنا نصل البلابل الأقوياء يعني. بعد هذا البلبل مبلش خمس بلابل، في فرصة كبيرة إنه يخسر في رقم، حتى في فرصة إنه يخسر ضده رقم من أقوى البلابل. خسر هرقل الشجاع النفاث، هذا أضعف واحد من الخمسة اللي جو. هذا مو أصلا متكاتل، مش ضعيف شوي. بعدين البراسم الوحدة على ثانية، البراسم من أقوى البلابل. بالآخر حطيت له فريم طائر السحاب، عندي فريم طائر السحاب بس البلبل ما عندي. في فرصة كبيرة للبراسم يفوز لأنه يزال متصاف، يعتمد على عرض القاعدة غالبا وليس دائما. لا ويفوز البلاثن، اول بلبل يفوز نحطه على طرف. البلبل اللي بعده جارح الرهاب، اصلي من تكاتومي هذا البلبل. اوه 1-0، احنا نلعب نزال جدي يعني للاثنين. سيف إذا اخترت آخر أربع بلابل على واحد واحد. المباراة الحاسمة الفاصلة، لازم السيف يفوز على الأقل، ما يخسر ضد الأربعة، يخسر ضد الثلاثة. جارح الرهاب عم يفوز بفارق كتير بسيط، يعني لو غير يعني بلبلين متقاربين كتير، لو غير شخص عم يلعب بيعتمد على قوة اللاعب زعيم الرهاب أو سيد الرهاب. هلا كمان السيف معقول بس قدر يفوز، غريبة. آخر بلبل جارح المتجدد خسر الضوء وخسر، بيصير ثلاث بلابل بس فازوا على المخير، ويعدوا اقوى بلابل المخير. تقريبا تعادل بس الجارح فاز. نستنتج ان هدول ثلاث بلابل فازوا، الجوارح فارق بسيط بينما البراثن قدرة الامتصاص. رح نلعب جولة ثانية مع البراثن نشوف اذا يمشي الحال ولا لا. نستنتج انه ممكن سيف يقدر يفوز على البلابل، ونعتبر هيك بلبلين فاز عليهم بسبب يعني قاعدة دفاعية، احسن قاعدة دفاعية بالجزء الثالث تقريبا ضد قاعدة من الجزء الاول. عادي يخسر، بس ما يميز قاعدة السيف هي تبع الكلب المتوحش انه الزبلة فيها كتير قوي. وبس، مع السلامة.